قلب الوينة في الوادي؟ لا لا بال في طرف الدهنة في الجوب. ايه على السريع اللي واحد من الرابع عندكم واجد اللي عنده واجد اللي من الرياضة هناك واجد الخذيك مسس وزينة الللبل ومراويها قريب لا زان مراح الناقة زانت نعم. طبعا الشاعر فهد بن هادي يقول ما دام العشائر طيبة ما علي خلاف أنا في هواها دامني حي لا دفنها فضيلها المخبى وفضيلها الصراف ولي زفنا بتلعش ما ترتع السفنة مداهي الحسكة تلو برفته قال أشعاب ما هو بجبل أن ينزل عظام في صافنة طرة يمكن تقول في قصيد واجد الجدي واحد من جداني فلبي من يوم زلت وقعه هو عند اللي يحب البل لكن ما أنا بحافظ شيء من قصيد كنا حافظين بيت وش يقول فيها قصيدة واجد من ضمنها جاهنا هي مرة في الرياض يبي يسوي العيون في مستشفى المهم جاء وجلس عند خالي راح الموعد أول يوم أول ما جاء راح للموعد خاص بالموعد عود له جالس من المجلس خاطره مو بزين هالشاي ما جازت له الرياض قال أبوي إيش بغيت قال يا أبوك أنا ما عاد لي مجلس إني يودني قال لا باقي لك مواعيد قال قول ودني قال أبوي كيف أوديك عيونك توكم سوي عملية ما تصلح قال ما عليه ودوني وبس ودوني وبس المهم خالي ما أعطاه على خاطره ذلن عليه مو بيرده ذلن عليه يوم جاء الموعد الثاني عند الدكتور قال الدكتور هو عايد إني أروح للبلوستانس لا طاح له في دكتور قصيمي على حظه يوم علمه بالموضوع قال وش تسني بعد ما عليك من ولدك رح واستانس وفلا ولا عليك من أحد أبد دل من حظك زين خاطرك ما عليك عيونك طيبة يشير عليه بالعصا قال قول قوم ودي ترى النفسية لها دور فيقطع على جلمة الموتر لو ما وصل إلا عند نفسي على دور شو حط له؟ لو إني شايف هندي ومن ناحية هنا قلت من ناحية قارتك شو حط له؟ ها؟ وش ذي حريق؟ نلجدر لسه عسل الرجل ما يشتحن من ذي ما اشتحنت بس وش حط له عشان ما تقرصني يا رجال استرح مين قرصتك تعال لا يا أخوي أنا ما يا أخوي أحسبك تقول اسم الله عليك تعال يا رجال أبي أحد يداريني ما أحد يداراني تعال سالف على أنا أعطني سوالف صوتك المعسول اللي تسافر بي على الماضي لا هلا هذا التغلي ما هو معقول أنا تعبت أعيش متغاضي شفني أدول الوصالة حلول أهم شيء أشوفك الراضي أكلمك حتى وأنا مشغول وأكلمك حتى وأنا خاضي يلا هلا أعطني سوالف صوتك المعسول اللي تسولف لي سلام اللي تسافر بي اللي تسافر بي على الماضي تغلي ما هو معقول أنا تعبت أعيش متغاضي شفني أدور للوصال حلول أهم شي أشوفك الراضي أكلمك حتى وأنا مشغول وأكلمك حتى وأنا فاضي نهل يقول عصري تروحت وهي بعصري إيه قعدت هوجس وهرج روحي بروحي القرية جالس ولا لي فيها مصروح يقول أنا يطيب الروح روحي تراك دواء كملها ألا هي لطيب الروح يقول على سبيل أوضاعي الشخصية إي ما أحب أفكر بالأمور القاشرة قاشرة أهم شيء الحاجة أهم شيء الراحة النفسية بعدين أفكر في الأمور الأخرى يلا هلا يقول سلطان جر الونين اليوم يوم سلطان جر الونين اليوم ويشكي من هموم صعب النوح خلت يحرام لذيذ النوم
الخد دمعته يا حارقنا من سبت صويح بمغموم الأكبر على البيت صدعنا يرجي يمن الزين زين علوم ويفرح بقرب القضي منا في الله هي اللي فرضنا الصوم يا خالق النار والجنة إنك تلين قلبها المعصوم. هذا شي يقول أنا ضيعت سكوتي. أنا كم بشتك من شي وضيعته؟ ها؟ كم بشتك من شي وضيعته؟ وش بقى عراده؟ خلاص كبست. صدق تحب الشتاء ولا الصيف؟ لا أحب الشتاء. يا نار شبي من ضلوعي حطابكي صبر على إذا الحر؟ وين؟ لا في الشتاء. إيه؟ شوف القرية جايها واحد عقبنا وثاعين فيها كاسرنا أنا حزسين صورة أبو ثقل وطار حنا إنها والله ما جات الدعاثة ولا تعو فيها إلا يوم دبرت كنت رازي أشكرك كم فيها؟ والله شغل فيها خربت نومته ها؟ أحق خشمه وصير لا من قمشة تصير أقدم أبو عمان أول مرة أدينك تحب نفسك أبو عمان حطم كيف عليك بالحالك ليه أبو عمان؟ أنا وزنها علي أنا ويا تركي سؤال ابن فلبل تعال هنا أنت المشكلة منك مهم مني أنت لو أنك عرفت تختار كان قبل الوداعي وداعتك الله يا مسافر وناوي الفراق ما قدر الله يكون